طيب نروح بقى حضرات دلوقتي معاكم على الأحداث المشتعلة على الآخر في المونديال والمفاجآت اللي عمالة تتوالى علينا. تعالوا نروح للعظمة اللي حصلت امبارح في قطر، مباراة المغرب وبلجيكا، وطبعا الفرحة العربية المغربية العارمة اللي اجتاحت كل شوارع المغرب وشوارع كتير من الدول العربية بالمناسبة. ده كان يعني هو العنوان الرئيسي في كافة وسائل التواصل الاجتماعي وكل أشكال الميديا امبارح. المغرب أسود الأطلسي بيحققوا الحقيقة مكسب مهم جدا وغالي جدا على واحد من اهم واقوى المنتخبات، مش بس في اوروبا ده كمان على مستوى العالم. انا بكلمكم طبعا على منتخب بلجيكا اللي اتهزم من الفريق المغربي او منتخب المغرب بهدفين دون رد، طبعا سجلهم نجم سامتوريا الايطالي عبد الحميد الصبري وكمان لاعب تولوز الفرنسي زكريا ابو خلال في الشوط الثاني من احداث اللقاء في واحده من اجمل المباريات اللي شاركت فيها الفرقه العربيه والافريقيه حتى هذه اللحظه في فعاليات المونديال. مليون مبروك لكل اهالينا وحبايبنا واصدقائنا في المغرب، وان شاء الله اللي جاي احلى واحلى. وحلوه الفرحه لما تشوفي منتخب عربي لا بيحقق مفاجاه غير متوقعه. ما هي المفاجآت بقى احلى حاجه على فكره طبعا. يعني انت دايما الحاجات اللي هي غير متوقعه هي اللي بيبقى فيها نوع كده من الفرحه مختلف، لما تتوقع الحاجه ما بتبقاش احلى حاجه خالص يعني. صحيح. فكره هنا السعوديه بدايه، ضربه البدايه اللي كانت مع السعوديه كان شيء بجد اسعدنا جميعا كمنتخبات عربيه وكجماهير عربيه. تيجي بعد كده امبارح وانا وانت بنتكلم وكان معانا مداخله طبعا من الناقده الرياضيه المغربيه، وهي قالت لك احنا نفسنا نفرح كلنا وعارفين ان كل العرب بيآزرونا وكل العرب بيشجعونا، واحنا قلنا نتمنى، لكن بيننا وبين نفسنا واحنا بنقول نتمنى ما كانش عندنا الثقه دي على فكره. يعني ما كانش الواحد بيتكلم وهو واثق ان المغرب بصراحه هتفوز. اكلم حضراتكم بمنتهى الصراحه، ولا كنا واثقين ان السعوديه هتفوز، بس امبارح وقت السعوديه شيء محترم بيقدم على الارض. فلازم الواحد تاني نرجع، والجمله اللي احنا لو فاكر امبارح ابتدينا بيها الحلقه، احنا عندنا مشكله ان انت دايما حاسس ان انت مش كفايه، انا حاسس ان انا دايما لا ما استحقش ان انا اكون في المونديال، ما استحقش ان انا اكون مثلا بنافس على النهائيات. ليه يعني؟ ليه الدول العربيه او ليه المنتخبات العربيه او ليه الجماهير العربيه دايما عندنا الاحساس ده؟ شوف حضراتكم على ارض الواقع الناس بترد، يعني اللي عايز يقول حاجة يقولها على ارض الواقع الرد دايما بيكون انا شايف ان احنا لا نقل ابدا. اتكلم على بلجيكا، هذا المنتخب المصنف يعني، وتيجي من مصر كسبته طبعا، والمغرب كسبته، فمش حاجه مستحيله يعني. طول ما انت عندك الكوادر، طول ما انت عندك النظام المتبع، طول ما انت عندك صرف على اللعيبه وعلى الجهاز الفني وعلى المدير الفني الافضل اللي انت بتجيبه للمنتخب بتاعك، ما اعتقدش الموضوع يعني معضل ابدا.